بحث سعاده السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنميه الاجتماعيه رئيس مجلس اداره هيئه تنظيم سوق العمل خلال اجتماع مع رئيس غرفه تجاره وصناعه البحرين سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئه والغرفه بما يسهم في الارتقاء وتعزيز مستوى سوق العمل البحرينيه بناء على توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث تم التاكيد على اهميه استمرار اللقاءات وتبادل وجهات النظر والتشاور لتعزيز الاهداف المشتركه بما يدعم الاقتصاد الوطني. كما تم استعراض الجهود التي تبذلها هيئه تنظيم سوق العمل لخدمه القطاع التجاري والاطلاع على عدد من المشاريع التي تشرف عليها الهيئه ومن بينها نظام حمايه الاجور المقرر تطبيقه قريبا. إضافة إلى استعراض برامج الهيئة في جانب التفتيش العمالي وآلية تنفيذ الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والشركاء بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز فرص التدريب والتطوير للعمالة الوطنية وأعرب حميدان عن تقديره لأهمية الدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة البحرين كممثل للقطاع الخاص من خلال نقلها رؤية القطاع الخاص وتصوراته في كل ما يصب في تطوير العمل الاقتصادي ويخدم سوق العمل وبدوره أكد سعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية توطيد التعاون المستمر بين الغرفة وهيئة تنظيم سوق العمل في إطار التشاركية بين القطاعين العام والخاص للمحافظة على مصلحة العمال وأصحاب العمل وبما يحقق مصالح وطنية ثابتة على نحو متعادل ومتوازن كانت فرصة كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والغرفة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة قطاع الأعمال ودعم أسواق العمل وتسهيل إجراءات المتعلقة بأصحاب العمل في مملكة البحرين حقيقة يعني اتفقنا على تطوير اليات التعاون المشترك والعمل كفريق باعتبار ان اصحاب العمل يمثلون يعني القطاع الخاص والقطاع الخاص هو قاطرة التنمية في البحرين. واحنا الحقيقة عندنا توجيه من صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعزيز هذا التعاون وتطوير هذا التعاون لخدمه اصحاب العمل وجعل سوق العمل دائما جاذبا للاعمال وبيئه اعمال صحيه وقادرا على توليد فرص العمل للمواطنين. هناك خطط ان شاء الله راح نكون نعمل سويا مع هيئه سوق العمل ووزاره العمل للرقي باعمال هيئه سوق العمل والمقترحات اللي نقدمها كغرفه والتعاون المستمر للرقيب لعمل ارضيه ملائمه لخلق وظائف كريمه للمواطن البحريني وكذلك للرقيب اقتصاد الوطني ورفعه الاقتصاد الوطني ورفعه البحرين ان شاء الله